معاكم شيف مصطفى أسامة. النهاردة هنعمل مع بعض جامي بيرز أو زي ما كلنا عارفينها جالي كولا. يلا بينا نشوف بتتعمل إزاي. في بولة هنحط جيلاتينا، بعد كده بنحط المية وبنقلبهم مع بعض. هنصب مية في كسرولة، بعد كده هنحط السكر، وبعد لما نحط السكر هنشغل النار. احنا بنحط الخليط على النار لحد لما السكر يدوب، بعد كده بنسيبه يغلي في حدود دقيقة، بعد كده بنصبه على الخليط بتاع الجيلاتينة. بعد لما الجيلاتينة شربت المية بضيف عليها خليط السكر، واحنا بنصب السائل السخن على الجيلاتين بنقلب علشان الجيلاتينة تدوب معنا. بعد كده بنحط اللون، بنحاول ان احنا منحطش لون زيادة علشان يبقى القوام بتاعه شفاف، ما يبقاش اللون هو اللي مسيطر. بعد كده هنحط الطعم اللي احنا نفضله، وبنقلب لاخر مرة بنبتدي ان احنا نصبه في الفرن. طبعا احنا ممكن نحط الطعم واللون زي ما احنا حابين، ودلوقتي بعد ما خلصناها في الفرن بندخلها التلاجة. بعد لما بتقعد في التلاجة 8 ساعات بيكون قوامها زي ما حضراتكم شايفين. ممكن ان احنا ناخدها ونلفها في السكر. بعد لما بنخلص الجيلي كولا بتاعتنا بيكون شكلها زي ما حضراتكم شايفين. ممكن ان احنا نعملها سادة او نحط عليها سكر، وكده احنا خلصنا الشغل بتاعنا، ويومكم سكر. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفة.com.